اذهبي وقابلي المخابرات الإسرائيلية في منطقتك. عندما ذهبت لمقابلة المخابرات الإسرائيلية رفضوا مقابلتي، ومن ثم ذهبت إلى محاكم إسرائيلية، أكثر من محكمة عقدت بشأن هذا الملف، وفي كل مرة يقولون إن هناك ملف سري. هذا الملف السري لا يمكن لأحد الاطلاع عليه، لا المحامي ولا أنا ولا أي شخص آخر.